كلمة الله في الصحراء. الصحراء دائما كانت مخبأ عظيما للحرية والحركات التحررية وأوكار الثوار والمفكرين. احتضنوا فيها أفكارهم حضانة طويلة قبل أن تفرخ الزوابع غيرت وجه الأمة العربية. وكانت جميع هذه الحركات التحررية دينية، السنوسية في الشمال الأفريقي والمهدية في السودان. في برقة وواحة الجغبوب والكفرة وغدامس كان ابن السنوسي يتنقل لينشر دعوته بين البدو والبربر والطوارق وقبائل التبو وأولاد سليمان والمجابرة. وأكثر من هذا، كان السنوسية يشترون العبيد والأرقاء صغاراً من السودان ويربونهم في جغبوب وغدامس، حتى إذا بلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل العلوم الدينية أعتقوهم وسرحوهم إلى أطراف السودان لنشر الدعوة بين أبناء جنسهم. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزاً إسلامياً هاماً في وسط أفريقيا. ويقدر المؤرخ دوفرييه أتباع السنوسية في عام 1873 بحوالي 3 ملايين، ويقول هاملتون أن السنوسي أسس أكبر أخوة دينية في أفريقيا امتدت فروعها من مراكش إلى الحجاز. فما هي الدعوة السنوسية؟ كان ابن السنوسي يرفع شعاراً واحداً هو إعلاء كلمة الحق، تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال. وكانت وسائله هي التقرب إلى الله بالعلم والقرآن والعمل الصالح والكفاح واتباع الزهد وقراءة التسابيح والذكر، حتى يصل بالمريد إلى درجة النورانية والوجد. ولكنه لم يكن صوفياً منقطعاً، وإنما كان مبشراً، له رؤية اجتماعية وفي ذهنه نظام مثالي عاش يخطط من أجله. كان يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي على صورة جديدة، ومن أجل هذا الحلم أنشأ نظام الزوايا. وفي أواخر عصره كانت هناك 121 زاوية، منها 17 في مصر وواحدة في إسطنبول واثنتان في الحجاز و66 في طرابلس وبرقة و12 في تونس و5 في المغرب و12 في السودان الأفريقي. كل زاوية مبنية على مكان مرتفع حصين لتكون كالقلعة، وبكل زاوية مسجد ومدرسة ومكتبة وحدائق وأراض موقوفة. والزاوية ملكية عامة للنظام نفسه هي والأراضي الموقوفة عليها. وفائض غلات الأراضي إذا كان هناك فائض يرسل للمركز ليرسلها بدوره إلى الزوايا التي يديرها. وكل فرد من أفراد القبائل يتبرع بحراث يوم وحصاد يوم ودراس يوم في أرض الزاوية، وذلك لتسهيل العمران دون نفقة. وكانت الزاوية بمثابة استراحة للقوافل ومركز تجاري ومركز اجتماعي ومحكمة ومصرف وبيت الضيافة وملجأ للفقراء ومدرسة للقرآن وحرم آمن ومداف وساحة للتدريب اليومي على الرماية وإطلاق النار. وتجرى المسابقات وتعطى الجوائز لأمهر الرماة. وكان حفر الآبار وبناء الصهاريج واستصلاح الأراضي البور واجب كل زاوية في المكان الذي تقام فيه. وكان يوم الخميس من كل أسبوع مخصصاً عندهم للشغل بالأيدي، فيتركون دروس في ذلك اليوم ويشتغلون بالنجارة والحدادة وغزل الصوف وفلح الأرض. لا تجد منهم إلا من يكد ويكدح، وعلى رأسهم الشيخ السنوسي نفسه. ولكل زاوية رئيس هو شيخ الزاوية، ومجلس يضم وكيل الزاوية وشيخ القبائل وأعيان المنطقة. ومن شيوخ الزوايا جميعهم يتألف مجلس أعلى يترأسه السنوسي، وهو نوع من التنظيم الهرمي في أسفله قاعدة من الأتباع والمريدين. يليهم إلى أعلى شيوخ القبائل، ثم شيوخ الزوايا، ثم الشيخ السنوسي. ويجتمع المجلس الأعلى للنظر في سير الحركة مرة كل سنة. واتخذ النظام من برقة مركزاً للدعوة. ومن برقة اتسع نفوذ السنوسية ودخلت صحراء جزيرة العرب، حيث اعتنقها عدد من القبائل كبني الحارث وبني حرب، كما انتشرت بواسطة الحجاج في اليمن. وبنيت الزوايا في المدينة والطائف والحمراء وينبع وجدة. كانت السنوسية دولة داخل دولة، وكان السنوسي يحلم بإعادة بناء العالم الإسلامي وتوحيده بتكاثر هذه الخلايا، حتى تبتلع الأمة العربية في داخل هذا الشكل التنظيمي الجديد من الاشتراكية الإسلامية. ولكن الاستعمار الإيطالي الزاحف من الشمال والاستعمار الفرنسي الزاحف من الجنوب لم يمهل هذه الحركة حتى تؤتي ثمارها، وما لبث أن أطبق عليها بكلابة الحديد والنار. وفي لحظة وجدت السنوسية نفسها في موقف الدفاع، وانطلق الرصاص من عشرات الزوايا في أعماق الصحراء. يقول دوفرييه إن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر، وأنها السبب في الثورات المختلفة التي قامت ضد فرنسا
كثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وعصيان محمد بن تكول في الظهرة. وفي سنة 1895 كان علم المقاومة للاستعمار الفرنسي في الجنوب في يد السنوسية وحدهم، وكان محمد البراني يجمع الجيوش من الطوارق والبدو والبربر لمقاومة الزحف الفرنسي، وكانت الأموال والأسلحة تتدفق من التلاميذ والمريدين. وفي خطاب مرسل من أحد تلاميذ السنوسي إلى مدير غدامس التركي يكتب التلميذ: وقد وقع القتال بيننا بالبارود والسيوف حتى كسرناهم كسرة عظيمة، وقتلنا منهم نحو 386 رجلاً، وغنمنا من الخيل كثيراً والبنادق بلا عدد والخزنة والإبل والأخبية، والحمد لله على ذلك وبركة من شيخنا معنا. وكانت من تقاليد الطريقة السنوسية مناولة السبحة والسيف للمريد حينما يتم دراسته، ويكون ذلك بأن يلبسه الشيخ الجرة أو الخرقة، وبعد أيام يناوله السبحة ويلبسه السيف ويأمره بالصلاة بهذا الزي. وفيما أورده المؤرخ أحمد زادة قائلاً: إنه من الواجب على كل فرد من السنوسية ما دام قادراً وغير عاجز أن يكون مستعداً للطوارئ، متهيئاً للحرب، منتظراً للأمر، منفذاً له بكمال طاعته. ومما يروى أن رشيد باشا التركي أرسل جواسيسه إلى إحدى الزوايا وسأل الجاسوس أحد الإخوان وهو محمد البكري عما إذا كان بالزاوية أسلحة، فأجاب البكري: نعم، لدينا مخازن من الأسلحة. ثم قاده إلى أحد مخازن الكتب وفتحها له. وقد استمرت مقاومة السنوسية للفرنسيين 10 سنوات. قلت له: كيف تجد الكفاية في هذه الأعشاب؟ قال لي: كف يدك عن الأذى، وطهر لسانك عن الغيبة، وافتح قلبك للحب، يجعل لك الله في كل عود أخضر من هذه العيدان غذاء كاملا. سألته أن يعظني، فنظر إلي في حياء وغمغم قائلا: قال الله للمسيح: يا عيسى، عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني، وأنا لم أتعظ بعض لأعظك. فقلت له: إذن تمنحني بعض كلمات تكون زادي على الطريق. فقال وهو يرسل نظراته إلى الأفق البعيد: اصرف كل اهتمامك إلى العلم، فإن الله لا يعبد إلا بالعلم. لا تشتغل بطلب الدنيا، فمن يشتغل بطلب الدنيا يبتلى فيها بالذل. إذا خفت الله خاف منك كل شيء. احذر صحبة نساء اتقاء على إيمان قلبك. الاستئناس بالناس من علامة الإفلاس وفراغ العقل، وهذا شأن من تراهم على المقاهي، فلا شيء يؤتنس به إلا الحضرة الإلهية والخلوة مع الرحمن. من لازم الناس أصبح محصوراً في محيطاتهم وفي هيكل ذاته. من دعا لظالم بطول العمر أو البقاء فقد دعا إلى معصية. نقاء السريرة وصفاء القلوب وسلامة النيات ومحبة الخلق والخالق هي رأس العبادة، والسعي وراء الشهرة فسادها. وفي سنة 1902 سقطت زاوية بير العلاني في أيدي الجيش الفرنسي الذي هدمها وبنى مكانها قلعة حصينة. وفي سنة 1911 تحولت السنوسية إلى الشمال لمقاومة الاستعمار الإيطالي، واستطاعت أن تقاوم الإيطاليين 20 سنة. ولكن الصلب والبارود والصناعة الغربية والعلم الغربي استطاع أن يهزم بدو الصحراء، وفي كل صدام بين الشرق والغرب كانت الصناعة الغربية تحسم المعركة. حديث الرجل الصالح. هو رجل مغربي منقطع للعبادة في جبل، لم يشأ أن يذكر اسمه ولا مكانه. هو عبد الله في أرض الله، يلبس بردا من الصوف ويجلس على الأرض بغير فراش ويتوسد الحجر، وما رأيت معه إلا بعض كتب مخطوطة، وما رأيته إلا ضاحكا، وما رأيته رافعا بصره في طريق. يكسب حياته من غزل الصوف، ولا يأكل إلا بضع تمرات، فإذا ارتحل فأعشاب الطريق زاده، وهو مورد الوجه يفيض صحة وإشراقا. قال لي ناصحا: أكثر من صحبة الصالحين فإن فيهم الشفعاء. قلت له: ومن هم الصالحون؟ قال: لباسهم ما ستر، وطعامهم ما حضر، أبرار أخفياء أتقياء، إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، تحابوا في روح الله على غير أموال ولا أنساب، يتعارفون في الله ويحبون في الله ويكرهون في الله. يقول الله عنهم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قلت له: هل لهم وجود في هذه الأيام؟ قال: خلت الديار وباد القوم، وارتحل أرباب السهر
وبقي أهل النوم، واستبدل الزمان بآكل الشهوات أهل الصوم. لم يبق إلا أقزام مهازيل حثالة كحثالة الشعير أمثالنا لا يبالي الله بهم. قلت له: ما رأيك في أهل هذا الزمان؟ قال في حسرة: اعترفوا بالله وتركوا أمره، وقرأوا القرآن ولم يعملوا به، وقالوا نحب الرسول ولم يتبعوا سنته، وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها، وقالوا نكره النار وتسابقوا إليها، وقالوا إبليس لنا عدو وأطاعوه، ودفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم، واشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم، وجمعوا المال ونسوا الحساب، وبنوا القصور ونسوا القبور. لقد كنا في زماننا نحلم بالحج إلى مكة والقدس والموت بهما، وأنتم جاءتكم فرصة الشهادة إلى بابكم بالقدس، فماذا فعلتم؟ ولم أجد كلمة أجيبه بها. أما هو فراح يبكي ويغمغم بين دموعه: والله لولا عباد ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. وحينما تركته كان قد بدأ ينشد: وشمس على المعنى مطالع أفقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. وحينما كانت نغمات أنشاده تذوب في الهواء، كانت ذاكرتي تعود بي إلى لقائي بالمتصوف الهندي براهما وجسوارا الذي رويت حديثه في كتابي الخروج من التابوت. ولا أدري لماذا أحسست أني أمام نفس الرجل. كان كلاهما يقول كلاما واحدا ويتكلم نفس اللغة، وكأنما يجلسان على مائدة واحدة ويقرآن من نفس الكتاب. وتذكرت حديثي مع المتصوف المغربي عبد العزيز بن عبد الله، وكيف كان يقول لي إن التصوف الهندي هو الذي أخذ منا ولم نأخذ منه، وإن تجار بابل وفارس وعلماءها كانوا ينقلون دياناتنا الشرقية إلى الهند من أيام إبراهيم الخليل، بدليل دخول الكلمات العربية في الكلمات السنسكريتية، كأمثال سوترا تعني الصورة، جوا معناها هو، أحسين إحسان، إسرافا إسراف، مهايانا معاينة، كارما كرمة، نيرفانا نور الفناء. لقد كنا نعطي دائما، ولقد أخذ منا الكل، واحتوت دياناتنا على الحق كله، والتصوف الإسلامي احتوى بين دفتيه على كل الطرائق بما فيها البوذية واليوغا. كنت أسير مستغرقا في التفكير، وكان إنشاد الفقير المغربي ما زال يرن في أذني: وشمس على المعنى مطالع أفقها، فمغربها فينا ومشرقها منا. نعم، إن الشمس تغرب فينا الآن، فمتى يكون مشرقها منا؟ رحم الله الدكتور مصطفى محمود. وفي الختام أرجو أن تكون قراءتي للكتاب قد نالت إعجابكم، ويسعدني استقبال تعليقاتكم واقتراحاتكم، وإلى لقاءات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.